من عاده شهر بيها العرب لاحدث صيحات الموضه لبسها نجوم على الريد كاربت لبسها الفقير المعصور الحال ولبسها الاميرات كمان في هذا الوقت والحال اختارتها البنات لمودتها واناقتها واختارتها الامهات لفضفضتها وراحتها من الشرق للغرب لكل بلاد العالم بنتكلم النهارده في فقرتنا واول حلقه اول فقره من فقراتنا الحلقه النهارده عن العبايات وبالخصوص او بالاخص عن العبايات الخليجي والعبايات السعوديه صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده في حلقه جديده من برنامج كلام في كلام معاكم ندى علاء وكمان زميلي خالد عبد الناصر صباح الخير يا ندى صباح الخير على كل مشاهدينا وكل مشاهدين برنامج كلام في كلام حلقه جديده ويوم جديد وطبعا يا ندى احنا عملنا الحلقه اللي فاتت كانت عيد للمراه واحتفلنا بالمراه ولسه احنا مكملين معاك وعن برضو الاحتفال بالمراه والحلقه اللي فاتت اهتمينا بالشعر وبالرشاقه والدايت الحلقه دي النهارده هديه للمحجبات وطبعا معانا طول الحلقه عن العبايات وعن الترع وخلينا طبعا نرحب باستاذ محمد كرم اهلا وسهلا بحضرتك محضرتك. صاحب سنتر فرحه للعبايات اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك حابه ابدا مع حضرتك استاذ محمد في البدايه بقى. يعني دايما البدايه كده عايزين نعرف بدايه المجال ده بداتها ازاي بص هو كده في البدايه انا المجال ده اصلا ابويا كان فيه من يعني قبل ما اتعلمه <applause> فهو بفضل ربنا ثم ابويا انا متعلم منه الشغل كله انت فاهمه يعني جيل بقى بيسلم جيل على اه اه بالظبط كده <applause> يعني باباك او والدك يعني بقاله كام سنه كده في المجال ده لا هو في المجال الملابس بقاله 32 سنة ما شاء, ما شاء الله. الله ده, ده رقم حلو جدا آه يعني. وبالذات كمان في العبايات يعني العبايات دايما ليها حاجه مختلفه وصعبه المجال بتاعها مجال العبايات الصامره آه والخليجيه ان دايما انت مش عارفه ترضي الاذواق دي ازاي ان تقريبا بحس ان العبايات كلها شبه بعض <applause> فانتوا بقى يعني ازاي بتحدد ان ده دلوقتي ده, ده وقت العبايه دي ده شكل العبايه اللي المفروض تنزل السوق المصري بالشكل ده بتحدده ازاي يعني بص هو انا ما اقدرش احدده مم. لسبب واحد لان انا ممكن تكون حاجه عجباني وتكون حاجه مش ثالثة. عجباني صح تعجب غيري مم. هي كده هو اختلاف الاذواق انت ده بره السلع طبعا آه. <تصفيق> <تصفيق> طيب ايه الكوليكشن بقى الجديد اللي نازل الفتره دي يعني الستايلات ايه اكتر حاجه مطلوبه بص يعني كل سنه طيبين بمناسبه شهر شعبان ده اولا أيوه. هو احنا الكوليكشن الجديد دلوقتي عامل كوليكشن جديد بمناسبه رمضان شهر رمضان انت ايوه يعني عاملين كولكشن جديد من نزالات من موديلات مختلفة الستايل جديد أصلا في عالم الإزدال حاجات مختلفة أنا بحب عن نفس التميز والعبايات زي ما هي موضوع اللون الأسود السائد بقى يعني اللي هو دايما, دايماً بصوا على حسب ما في ناس بتحب اللون الأسود في وفي ناس بتحب الألوان في ناس, في ناس بتحب التطريز في ناس بتحب كلمنا شويه عن التطريز بقى نفسه آه. يعني يعني بدايته مثلا هو اولا ده ستايل خليجي ولا سعودي ولا الحاجات اللي بيكسر فيها التطريز يعني لا هو مش ستايل واحد هو مم. متنوع متنوع ازاي مثلا في تطريزه مثلا عرباوي دي بتنطبق على الشغل الخليجي مم. في تطريزه بتبقى عادي يدوي في برضو العبايات السوارية دلوقتي اه خلينا نتكلم برضو عن العبايات السواري انها تحسها نفس ستايل العبايات اللي هي العاديه السمراء بس مم. اللي بيختلف فيها فعلا التطريز بتاعها طبعا هل العبايات السوريه فعلا واخده معاك جنب مهم وخط مهم عندك في السنتر؟ بص هو انا بالنسبه لي الخط العبايه السوري هو خط ناجح ومميز لكل العرايس وبينفع لجميع المناسبات مش شرط مثلا فرح واولا يعني هو الستايل السيمبل آه. في الشغل السوري اصلا هو اللي بيحدد آه. السواري شكل اصلا السيمبل انا يعني يعني انا فكرتي عن العبايات السوارية مختلفه تماما اه يعني اكتر الحاجات المنتشره في السواري هي الحاجات السيمبل فيها تطريز خفيف بصوا هو أنا كمحمد بشخصيتي وبحب مجال شغلي بحب مثلاً إيه الحاجات السيمبل الحاجات الرقيقة مم. اللي هي ما تكونش مبهرجة في نفس الوقت بالظبط هو ده اه هو ده اللي معروف عن العبايات آه. السورية إنها هي آه. دايماً مبهجة ودايماً مليانة ألوان برضو آه ده هياخدنا برضو لجنب تاني يا ندى العبايات بقى السوري السوق السوري آه. طبعاً وتحية لكل أهل سوريا عندنا إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> طبعاً منورينا بالظبط طبعاً آه دلوقتي العبايات السورية خدت جنب مهم جداً وخط حلو زي العبايات الخليجي إيه رأيك دلوقتي في العبايات السوري التصميم بتاعها بص هو مبدئيا العبايات السوري وسوريا عامه هي اساس التجاره مم. يعني صح. التجاره مم. بدات اصلا من عصر قديم فات كبير من الشام صح مظبوط فهم اساس التجاره بالظبط كده تلاقي مصرحة. دايما مم. الحاجات بتاعتهم منتشره او ليها ستايل او طابع خاص كده ليهم بتشوف العبايه دي او الستايل ده تقول ده سوري هم ليهم ستايل خاص اه ماشي وهم بيعجبوني في ايه برضه ان هما عمالين جدا مم. الناس اساس التجاره فعلا ودايما ما بتهزرش وتصميمهم بسيط جدا وسيمبل ومعروفين قوي يعني انت تشوفيهم يا ندى تقولي أيوة. ده سوري او او لبس سوري يعني صح ايوه طب واحنا بنتكلم كده ممكن نعرف بس شويه صور كده عن بعض العبايات اللي موجوده في سنتر فرحه اكيد طبعا <applause> احنا عايزين بقى نعرف طيب الالوان المنتشره يعني اللون ده مثلا اكتر لون بيطلب منه غير الاسود يعني الاسود ده معروف غير الاسود ايه اكتر لون مطلوب بالنسبه لك هو حاليا اللون المطلوب بالمنت الجنزيري مم. احنا معانا الصور روز كشمير مم. عايزين برضو تفاصيل كده اه احكي لنا الكوليكشن الصور ده ايه حكايته كده <applause> يعني اشرح لنا هي كل أوه. حاجه ولا حكايه يعني الاسدال ده سيمبل جدا وفي نفس الوقت ايه يعني تفريضه خفيفه من على الكم بالظبط ازالات رمضان اختلفت كتير عن بقى. عن السنين اللي فاتت يعني اه طبعا وبعدين انا سابق وقلت لك انا عامل ستايل جديد في كولكشن الإزدال السنه دي أيوه. نظام جديد اه زي ما احنا شايفين كده مش شرط طبعا في كل حاجه دي منها الوان ثانيه اه طبعا صح؟ مم. مم. طب والشكل ده دي ع... ده اسدال ده ده معروض دلوقتي أوه. بص هو ينفع إزدال صلاه في البيت عادي وينفع خروج هو دي الميزه هو هو شكله حلو قوي يا جماعه للعزومات للاستقبال في رمضان أوه. هيبقى عملي قوي معانا وحلو الاستقبال برده الناس مش شرط في رمضان كمان يعني ممكن جالك ضيوف في البيت طبيعه البيت ده شيك تقابلي بيهم ضيوفك كده العبايه القمر دي حاجة. يعني حلوة حلو قوي يعني ما تقولش عبايه خالص ليها طبق <applause> <تفصيلها تصفيق> <كدا. تصفيق> اللي هي كانت قبل دي يا شباب اللي هي كانت قبل دي خلينا نشوفها <applause> كده مع بعض. اه ممكن بعد اذنكم نرجع لها تاني. ده ده سوري ده ده ستايل سوري. لا ده بصراحة اصدار المصري يعني والله براند المصري امر يا جماعة <applause> دي هي دي العباية اللي جميل. احنا قصدنا عليها اه احكي لنا يعني الشكل الجميل دوت بيطلب منك قد ايه كده أيوة. وحلو ده هو يعني. الستايل ده بص يا يعني احلى حاجة فيه ان هو ايه مختلف شوية مختلف أوه. ازاي داخل فيه تطريز داخل فيه شغل اقطان تحفه اسود في اسود داخل فيه طول في الكم حاجات كتير انا بشوف كمان ستايل من العبايات دي بس بيبقى بقى ايه نظام البنطلون اللي تحت العبايه وجاي معاها عشان بيبقى نفس التطريزه اللي في اللي في الكم إيه برضو بيبقى نفس النظام ده ولا بيبقى ستايله تاني وسوري ولا مصري ولا نظامه ايه؟ لا هو مش شرط عادي هو كل موديل وليه ديزاين لوحده وكل موديل بيبقى ليه شكل أوه. يعني مش شرط حاجة معينة الموضوع العباية اللي تحتها بانطلون دي منتشرة بقالها لها كام سنة آه طبعا إيه أوه. رأيك فيها لسه فعلاً موجودة آه طبعا دي تونيك اسمها أوه. تونيك أصلا آه حلو قوي آه هو أصلا العباية دي عملية جدا بتنفع في أي حاجة ابحسها سهل الممتنع يعني هي سهله وفي نفس الوقت مديه شكل وتقدر طبعًا. تلبس تحتها جينز او اي مم. حاجه يعني البنات بيستسهلوها شويه الفتره دي اه بس هي طبعا بيبقى جاي معاها البنطلون بتاعها صح أو أو عشان ياخد نفس التطريز يا خالد يعني حتى لو مش هتلبس تحتها جينز او كده ممكن تلبس نفس البنطلون فيدي أيوه نفس ايوه عندها يعني حريه الاختيار بس طبعًا. انا دايما بشوف لبس تحتها جينز مش فاهم <applause> ليه الفكره <applause> بيبقى اللي هو ايه كله لابس تحتها نفس البنطلون فعايزين يبقى <applause> <دي ما> في <applause> اختلاف فبقولش بعض اصلا يعني بتمشي كاجوال اكتر بالظبط ايوه صح. بالنسبه مثلا البنات يعني م. زي الكارديجان كده طب دلوقتي العملاء بقى اللي مش عارفين يروحوا سنتر الفرحه يقدروا برضو في يعني زي ما بنقول توصيل للبيوت على, على شحن المحافظات وكلام م. م. اه طبعا عندي شحن القاهره والجيزه اساسي دم بيوصل الاوردر في نفس اليوم وبالنسبه للمحافظات بشحن جمال المحافظات في اي مكان يقدروا يتابعوا على البيج بتاعتك على الفيسبوك آه, اه الفرحه آه الفرحه للعبايه عايزين بالزبط. نعرف بقى كمان بقى يعني ايه حضرتك موجود معانا في برنامج كلام في كلام <applause> لازم في معامله سبيشال كده للبرنامج وتقول لنا ان في عروض كده حلوه لمشاهدين البرنامج والجمهور بتاعنا الله يخليك هو في عروض بالنسبه للكولكشن العيد الصغيره يعني بس شويه يعني بعد موسم عيد الام وبمناسبه موسم عيد الام اولا يعني انا عايز اقول لوالدتي كل, 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 كل سنه طيبه ست الكل كل سنه وهي طيبه في حياتي طيبة كل سنه وكل سنه وكل, وكل الامهات بخير ان شاء الله يا رب يا رب بجد يعني كمان كام يوم خلاص عيد الام احب اقول له فعلا آه 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 كل آه أم طبعا كل سنه وهي طيبه آه آه انتوا العالم انتوا الجمال <applause> كله <عشان> هم الحياه <applause> هم الحياه فعلا عشان كده احنا عاملين الحلقه دي عشانكم يعني بالفعل. والحلقه اللي فاتت برده يعني انتوا بجد مسيطرين احنا مهتمين بيكوا قوي يا ندى مهتمين بالمرأه وعلى على <تكلمة> ما, ما ترجعوش بس تتكلموا تقولوا اللي احنا مش مهتمين بالمرأه. الاهتمام ما بيتالمش يا غلط. برضو أه كوليكشن بقى صيف 2021 دايما م. بعد العيد خلاص تمام في كوليكشن تاني اه طبعا سنة بقى 2021. <تكلمة> <تكلمة> تمام هو اصلا كده كده كوليكشن الصيف بينزل طبيعي كل سنه بعد موسم النوم. تمام شكله ايه الموسم السنه دي الكوليكشن بيبقى ايه نظامه بقى؟ ما طيب انا مش عايز اكشف الورقة بصراحه <applause> ليه؟ لا ما نضغطش عليا طب حاجه حصر كده <applause> طيب حاجه طيب حصر يا جماعه ليه ما اقدرش لا طبعا علشان كلنا نخش ونهتم بصفحتنا أيوة. على الفيسبوك ونقدر نتابع كل ال. طبعا الصحة وشوفوا الجيل. العروض كمان عشان هو بيقول في عروض حلوه جدا طبعاً. للناس المتابعين يعني فتابعوا قولوا لهم ان احنا من برنامج كلام في كلام ما هيعملوا معامله خاصه ولا ايه؟ لا هو عادي منه شخصيا في عروض <applause> كتير جدا طب دلوقتي طب دلوقتي انت عندك فروع في اسكندريه في فروع محلات للسنتر فرح في اسكندريه لا انا الفرع الرئيسي بتاعي في القاهره في القاهره في العتبه تمام كويس قوي طب بال... علشان الناس تعرف بقى يعني بما اننا بنتكلم بقى عن الام وعيد الام والكلام ده فاكيد بيبقى محتاجين مقاسات كبيره يعني عامله بجد مشكله ان بيبقى عجبنا الستايل جدا ومفيش منه المقاس الكبير اللي احنا محتاجينه فعايزين نعرف المقاسات بقى ظروفها عن عندك ايه بتبدا من ايه لايه كده يعني بصي يعني مزيت كوليكشن عيد الام بيختلف في ايه بيختلف في البيك سايز سايز البيك <applause> <applause> لان في امهات بيبقى مثلا بتلبس مقاس كبير فالكوليكشن <applause> <applause> بينزل من اول مقاس لحد اخر مقاس في البيك سايز <applause> يعني ممكن سته من اكس لارج لحد 6 اكس لارج يعني يلبس بقى 120 و130 آه، 130 و140 آه. كمان ما شاء الله ما شاء الله لا بجد يا جماعه دي حاجه مهمه جدا يعني بتبقى حاجه صعبه قوي ان ان الناس ما تبقى عاجبها الستايل ومش لاقية مقاسها يعني صح وانا كمان على فكره والله كلنا على فكره في عندنا نفس النقطه دي احنا بنتكلم على عبايات بس احنا برده عايزه اناشد برده كل الناس اصحاب المحلات يا جماعه وسعوا شويه في المقاسات طيب خلينا برده نتنقل في نقطه ثانيه نقطه الخامات خامات العبايات آه. يختلف طبعا ستان على قماش عادي انت بتشتغل في ايه اكتر او بتحب الشغل عندك يبقى اكتر من والموضه مين؟ كمان اللي طالعه يعني لا هو كخامه اساسيه هي الحرير السعودي امم تمام حلو قوي ال... أو... بعد كده في كريب السعودي ماتريال عاليه جدا برضه يعني... اه الكريب آه اصلا بطبيعته وقماشته بحبها جدا اه اه طبعا حتى القماشه وحتى كل حاجه مم. صح آه طيب آه نوع الماتيريال بقى او القماش نفسه يعني بتبقى في واحده جايبه عبايه او كده بيبقى عندهم خوف من حته ان التكش بعد الغسيل اللون نفسه يختلف الحاجات دي كلها نعرفها منين يعني ادينا كده سر المهنه يعني اه اللي احنا ازاي نقدر نحافظ على العبايه السمرا يعني هي العبايه لونها ما يتغيرش مع الوقت mm -hmm. تمام <applause> لا هو بص بالنسبه لشغل الالوان هو انا ما اقدرش احكم على كل مصنع ده شغله بيكش ولا لا بس انا اللي بقدر اعمله قبل ما ادي شغل للمحلات للعملاء للقطاع عامه يعني قبل ما قبل ما اي حاجه لازم اعمل تيست تيست ازاي يعني <مم> باخد القطعه الاول بعملها تيست في الدراي كلين <مم> وبشوف بحيث ان انا اشوف جودتها اقدر حضرتك منها ك... للناس لا ده حضرتك كعامل يعني ك... كواحد شغال في المهنه اه طبعا الزبون بقى او الشخص اللي اللي يجي اه يعرف ازاي يعرف منين بص هو هيعرف منين دي كيف مش هيوديها دراكلي من اول <applause> اهم حاجه المصداقيه انت فاهمه؟ ايوه <applause> <applause> المصداقيه عندنا اهم حاجه <تصفيق> طبعا <تصفيق> طبعا رقم واحد اه بس هم بقى يعرفوا منين يعني لا ما هو اللي هيشتري من اول مره هيعرف هيعرف طبيعي اوتوماتيك طب, <applause> إن... طب انت بقى يا محمد ساعات في زباين طبعا بيجوا يعني بتحسوا انهم تايهين مش آه. عارفين يختاروا انت ممكن تتدخل مع الكلاينت او العميل ان انت تختار له القطعه اللي هو محتاجها او شكله يقدر يلبسها او كده بص ما انا ساعات بيخش عليا برضو عميل بيبقى محتار محتار بمعنى مثلا هو شايف كذا مثلا حاجه حلوه من حقه مش قادر يحدد <applause> <applause> اقو والله <applause> ان العباد كلها شبه بعض هختار ف... ايه لا يعني لا وغير كده كمان لو شفنا الاستايلات بتاعت الصور لما شفناها آه يعني حاجات بجد تحفه يعني مهجة. حاجات رهيبه يعني حلوه جدا انا واحده يعني مش ستايلي قوي فكره العبايات بس لما اشوفها احب اشتريها مش عارفه اعمل بيها ايه بس هشتريها <تصفيق> <تصفيق> احطها جنبي يا جماعه عادي <applause> إيه إيه شكلها هي شكلها تحس ان انا حباها ما هي العبايه اصلا قطع عمليه يعني جدا تنفع في جميع الاوقات في جميع المناسبات مش شرط مم. يعني انت برضه بتتدخل مع الكلاينت او الزبون اللي جاي لك اللي انت تقدر تختار له القطعه المناسبه ليه اه طبعا هو ساعات ممكن الزبون بيكون مثلا محتار ولو خد رايي بقول له رايي بصراحه يعني هو حب اوكي انت صاحب مهنه فانت اكيد عارف <applause> الجوده ايه ما شاء الله إنسان. حاجه و30 آه سنه يعني ما شاء الله لا مش حاجه و30 مش قوي كده لا لا الشغل الوالد والمكان لا 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 يا عم مش <applause> ايوه اه تسخرنا لا طبعا <تصفيق> <تصفيق> طب بالنسبه بقى لموضوع الجمله بقى يعني انا عرفت كمان انكوا آه ليكوا في نظام الجمله والكلام ده كله حلو جدا ان هو الناس أصحاب المحلات ممكن يجوا ياخدوا من عندنا ست صفحة جمله طيب نظام الجمله بقى ايه؟ بص هو الجمله بتبتدي عندي من اول تلقيتها مشكل حلو مش شرط قطعه من نفس الموديل لا. عادي مشكله زي ما هو عايز ده ينفع كمان مع اصحاب الناس الاونلاين اللي هم محتاجين آه آه حاجات آه. بسيطه ده ده حلو جدا ايوه انا فعلا شغال اونلاين وفي ناس بتوزع من خلالي طب انت دلوقتي أوه. قبل التكنولوجيا ومع التطورات دلوقتي انت نسبه المبيعات بتاعتك بقت اكتر على الاونلاين ولا دلوقتي بقى برضو في زباين بيجوا المحل وبيشتروا؟ هو بص مبدئيا هو في زباين بتيجي تشتري و وبالنسبه للاونلاين هو موضوع منتشر في مصر يعني يمكن بقى له اربع سنين صح صح مهم جدا يعني برضو العمليه عمليه الشراء عليه بقت مهمه جدا جدا وبيوفر لنا انا كمكتب كم جمله صح. ايه بقى بالظبط يعني ايه بيوفر لي ان انا مثلا بعرض كل منتجاتي على برنامج اسمه التليجرام مم. ايوه دلوقتي ده التليجرام ده بقى آه. منتشر ما شاء حكايه حكايه ده حكايه, ده ده حكاية ده <applause> لوحده خالص <applause> طيب آه برضه آه بالنسبه ساعات دايما الواحد بيقلق من حته برضه يا ندى اللي انت تروح تشتري حاجه اونلاين انا معرفش العبايه إيه اللي قدامي دي خامتها عامله ازاي شكلها طولها الحاجات دي تمام ايوه ايوه إيه ما دي كلها برضه حاجات بتواجهني انت بتقدر بس يعني في استرجاع يعني مثلا افرض الحاجه انا ما عجبتنيش اشتريتها ولقيت العبايه مش نفس اللي انا محتاجها او الخامه او المقاهي مش نفس مش مش أو مش عليا ايوه ما هو انا فاهم كلمه اونلاين دي ازاي مم. كلمه اونلاين دي مثلا انا قاعد في البيت طلبت اوردر مثلا سي من اي شركه او اي براند بيجي لي الاوردر فانا بشوف الاوردر عجبني بدفع الثمن ما عجبنيش خلاص ما. في شركات برفض الاستلام في شركات بترفض بص هو رفض الاستلام عادي دي حريه للعميل بس يعني في شركات بتقول لك لا انا خلاص ما دام جبت لك المنتج فانت من حقك ان انت تاخده اه هو انا من خلال انا بوصل المنتج تمام بس حتة المنتج الزبون بيشوفوا عمليه الاسترجاع عادي او ممكن آه ابدل او اختار اي حاجه دي آه متاحه عندك في السنتر طب حاجه حلوه جدا والله يا جماعه لا أكيد. ما فيش مشكله ما انا مش هبعت قطعه شحن مثلا وتيجي مثلا مش مناسبه طب صح. لو انا هتكلم عن نفسي انا كشخصيه مم. انا لو حاجه مثلا طلبيها اونلاين وما عجبتنيش طب انا اللي يجبرني ان انا ادفع ثمنها انت برضو بتفكر بعقليه الناس يعني انا آه. لو مكانهم هعمل ايه وانا دايما بحط نفسي قبل اي حد صح. ليه لان انا اللي على نفس الموضوع على غيري يعني <applause> يعني والله والله كل الناس نفسي اه فعلا الناس تفكر كلها كده يعني طيب فكره ان الناس نفسها بقى ده كمان بيخلي عندهم طمانينه من ناحيه المكان او السنتر لما فكره ان انا خلاص لو مش عاجباني هرجعها فببقى مطمنه ان انا هشتري اونلاين يعني كويس او ان انا هشتري اونلاين وعادي بالنسبه لي ان انا ممكن ارجعها طيب موضوع السعر بقى يعني الاسعار دي عايزين نعرف اقل سعر ممكن يعني عندك ايه ده مهم جدا اقل سعر كلها اتبسطت قوي يبدا مثلا بالنسبه للجمله ولا القطاعين الاثنين قول لي كذا وكذا يعني انت سعر العبايه عندك بتبتدي من العبايه نفسها يعني عشان اكيد طبعا بسبب الخامه الجوده بتاعتها بص هو كجمله يعني سعر القطع عندي بيبتدي من 330 جنيه حلو قوي لحد 470 480 ده اقصى حد بالنسبه للجمله الجمله اه لو قطاعي بقى اونلاين على حسب النظام ايه لا هو القطعي بس احنا بنضيف نسبه بسيطه صح علشان الشحن بالظبط هي نسبه بسيطه بس هي 10% ما ولا اقل ولا اكتر <applause> طب حلو حلو قوي الاسعار متاحه يعني للجميع وفي ظل ال 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 الوقت اللي احنا فيه ده والغلا فلا طبعًا. دي حاجات متاحه فعلا طبعًا. للناس يعني انتوا بتعملوا عروض حلوه قوي يعني من غير كمان رمضان او أيوه. كدا. طب من خلال كمان يعني احنا شفنا في الصور ان ان مش بس عبايات مش بس ازلات لا ده في كمان كوليكشن خروج اه طبعا اه احكي لنا بقى كوليكشن الخروج ده اكيد لا ليه جو تاني يعني <applause> <applause> بصوا مبدئيا كده بالنسبه لكوليكشن الخروج في حاجات كتير أو. وبعدين إن انا عندي قسم تاني للهوم وير وعندي قسم ميلانجري يعني انا دي اول معلومات اعرفها والله العظيم يا جماعه على الهوام. كلنا والله بجد مش انت بس لوحدك <applause> حلوه لا حلوه فكره ان انا كمان مش بتخصص في العبايات بس عشان ارضي كمان جميع الازواج يعني حلو انا كده كده اوريدي على السناكوت نورونا اكيد ان شاء الله بجد لا شجعتني جدا بصراحه يعني التنوع حلو كمان يعني في العبايات وفي الاشكال والحاجات دي كمان بتفتح لك مجال اكبر اعتقد اه طبعا صح يعني غير الاول انتوا كنتوا تقريبا معتمدين اكتر على شغل العبايات دلوقتي بقى في حاجات منتشرة أكتر، حاجات بتجيبوها أكتر، دي فتحت لك معاك مجال أكبر. هو مع الوقت بص أنا بحب أطور من شغلي ده حلو حلو حاجات كتير يعني مش شرط المكتب مثلا جملة والكلام ده يعني حاجات كتير برضه بس انا مش هحرق حاجات يعني ليه هو <applause> ليه جاي كل حاجه حصري يعني انت ليه أيوه مش عايز تقول أيوه أيوه عارف... <applause> احنا يا جماعه عايزين نعرف مفاجات و... لا مفاجات يعني ما حدش توقعنا لا, لا 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 طب العروض دي الناس <applause> يعني طيب يعني <applause> العروض كل الناس هتخش على على صفحتنا على السنتر على اه أو اه طبعا طبعا العروض طبعا بتنزل باستمرار يوميا على البيدج وكل حاجه متاحه حلو جدا طيب يعني انت بقى شخص بقالك كتير قوي في المجال ده حتى لو مش انت يعني العيلة يعني الفرق ده بين حاجات زمان وحاجات دلوقتي عبايات زمان وعبايات دلوقتي ايه الفرق؟ اه فرق كبير. زي كبير, كبير 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 مم. كبير ده كبير بالنسبة للاحسن يعني لا هو باللأحسن. بالاحسن الاحسن يعني بالنسبة لزمان الديزاين مش مش متحدد انت فاهمة؟ يعني بالنسبة للعباية ممكن كنت تلاقي مثلا سي 12 20 موديل مم. مم. معروفين oh. لكن دلوقتي, دلوقتي الاستايلات كترت 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 بطريقه اوفر فعلا حقيقه وكمان ده, ده ي... ليه علاقه بتعدد ال... الراي يعني ناس كتير عندها اراء و... ووجهه نظر مختلفه فده خلى ان في كوليكشن كتير ظهر وكمان الابداع نفسه في ان احنا نطلع عبايه مختلفه بقى كتير فعشان كده بقت اشكال مختلفه صح وكمان مع الاسواق دايما اللي هي بتتفتح اكتر والتكنولوجيا والسوشيال ميديا بين اللي احنا نعرف اكتر عن اشكال العبايات حتى كمان الغرب بداوا احنا... ان هم ياخدوا مننا وينفذوا هم حقيقة يعني انتشر على فكره يعني احنا, احنا معروف عندنا ان العبايات دي يعني ستايل عربي اه اصيل معروف. يعني م. لا راح الغرب وبقى ينزل على الريد كاربت بالنجوم طب فعلا اه والاميره <applause> كمان رانيا كانت لابسه اه يعني فكره ان اميرات وكمان نجوم العبايه يا جماعه واخده وضع وواخده موضه الفتره دي حاجه كده في جهه تانية خالص حلو يعني. الانتشار يعني انا اتبسطت قوي احنا أكيد. دايما ناخد منهم دلوقتي هم بياخدوا مننا يعني دي حاجه حلوه لا معلش يا خالد معلش إيه؟ يعني احنا كان الاول العرب وبعد كده الغرب خدوا وبعد كده احنا خدنا ده يعني فاحنا العرب الأساس بس احنا الاصل برضو يا جماعه احنا <applause> الاصل وهنرجع على فكره احنا الاصل ده انا بشكرك جدا استاذ محمد كرم صاحب سنتر فرحه للعبايات نورتني جدا وستايلات يعني حاجه جميلة. منتهى البهجه بصراحه وشجعتني ان انا اجي السنتر عندكم واشوف الحاجات الجديده ان شاء الله ان شاء الله <applause> الله يخليك والله انت نورتنا والله يا استاذ محمد ويا رب نكون قدرنا ادينا معلومات اكتر للناس عن الستايلات الجديده والعبايات الجديده وعن عيد الام فبنشكرك طبعا ونورتنا بمناسبه <applause> عيد الام ومناسبه الام <applause> اللي هي احلى حاجه في حياتنا جبنا لكم فقرة عبايات ولسه كمان مفاجآت ما خلصتش بمناسبة كمان رمضان وعيد الأم جبنا لكم كمان فقرة خاصة جدا عن الطرح والموضة بتاعت الطرح بعد الفاصل مع ضيف مميز جدا استنونا فضل